ومرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى لكم يوم حلو سعيد. سامحوني شوي الصوت تعبان، ولكن لانه اشتقت لكم حبيت ارجع لكم بهذا الفلوج. اذا كنتوا اول مره عم تشوفونا على هاي القناه، بتمنى تكونوا من افراد عيلتنا وتنضموا. ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتنا. اليوم هذا الفلوج رح يكون بخصوص حيل تجميليه لكل بنت قادره تخليها بدكة بسيطة أو شغلة جدا بسيطة تبين أحلى، تعزز ثقتها بنفسها، وبشغلات متوافرة بالبيت، شغلات جدا بسيطة ولكن رح تفرق معها جدا. خليني بلش معكم بأول نصيحة تجميلية، وهي بعد كل البعد عن تركيب الرموش الصناعية أو حتى الرموش اللي بتيجي لفترة 6 أو 7 شهور. من تجربتي الشخصية بحكي هذا الموضوع، لأنه الرموش الصناعية مع كثر استخدامها رح تأذي أو رح تضرر منبت شعر الرموش. غير هيك كمان بعدوا عن الرموش اللي بتتركب لفترة طويلة اللي بتيجي تركيب وبتستغنوا فيها عن الماسكارا. أنا جربتها، طبعا منظرها كتير حلو، ولكن بعد فترة رح تحسي انه رموشك بلشت ما تطلع مثل الاول، وكمان رح تبلش تتساقط شوي شوي. فانا بفضل كحيلة بسيطة تحافظوا فيها على رموشكو، كمان تعطوا كثافة للرموش، وهي تستخدموا اي مسكارة عندكو بتفضلوها، تحطوا اول طبقة وبعد ثواني ترجعوا تعملوا طبقة تانية على نفس الرموش، وبهيك بتحصلوا على منظر رموش كثيفة ولكن من غير اي تدخل تجميلي صناعي. ونيجي لتاني نصيحة تجميلية، وهي شو مزيل الميك اب اللي بستخدمه اللي يناسب بشرتي، شو هو المنيح وشو هو الأسوأ، شو اللي بيناسبني شو اللي ما بيناسبني. غير هيك الأسعار اللي اختلفت عليها الشركات، فالحل موجود بكل بيت وهو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند على قطنة جدا صغيرة كتير ممتاز لانه نشيل فيه الميك اب، كتير خفيف، وكمان قوام تبعه كتير ناعم على البشرة وما بيأذيها، وكمان قادر يشيل اصعب انواع الميك اب من على الوجه، وخصوصا الماسكارا. انا كتير بستخدمه في حال ما كان عندي مزيل مكياج، او مثلا كنت بسفره وناسيه مزيل الميك اب تبعي. نيجي لثالث نصيحه تجميليه، وهي جدا حلوه. عطول بتسالوني عبير عملتي شيء قبل هيك باسنانك؟ انا بحياتي ما عملت شيء تجميلي لاسناني، ولا عمري عملت لهم تبييض او تنظيف حتى، ولكن انا خليني اكون صريحه معكم، حافظه جدا على تنظيف اسناني بشكل يومي، ممكن يكون مرتين لثلاثه. وغير هيك اعتمادي على وصفة طبيعية بالبيت، وهي انه نجيب صحن صغير ونحط فيه شوية من الكركم مع معجون الاسنان، وكمان كمية صغيرة كتير من الكربونات، ونحطها بورق القصدير، وبعد هيك نلبسها بسناننا ونتركها فترة من ربع لنص ساعة حسب انتي كيف عندك وقت. وبعد ما تخلصوا اغسلوه تاني بمعجون الاسنان بمية باردة، وكمان ما تنسوا يكون الكركم مو محطوط عليه مواد ملونة، لانه اذا كان الكركم محطوط عليه مواد ملونة رح يخلي اسنانكم صفرة صفرة، ورح يكون صعب جدا تتخلصوا من هذا الصفار. فحاولوا دايما يكون الكركم اللي انتم بتستخدموه كركم مو مصبوغ. نيجي للنقطة الرابعة، انا جربتها وكمان شاركتكم فيها على الانستغرام من فترة، واللي ما بيتابعني على الانستغرام رح احط لكم الانستغرام تحت بصندوق الوصف. بتمنى تكونوا من افراد عيلتي على الانستغرام، بتشرف فيكم كتير واهلا وسهلا. لحتى نحافظ على انف كتير خالي من الرؤوس السوداء، النصيحة جدا بسيطة، والخلطة الطبيعية بالبيت جدا بسيطة وما بتاخد من وقتك، وهي اول شي بعمل حمام بخار لوجهي شي تقريبا 5 دقائق، او حتى فوطة يكون فيها مية دافية واتركها على انفي، وبعدين حضر خلطة وهي معجون الاسنان مع الكربونات. وحاول دايما قبل كل ماسك اني اعمل تيست على المنطقة اللي انا احط فيها بنسبة بسيطة حتى اتأكد ان انا ما عندي حساسية منها. بعد ما اعمل حمام البخار لمنطقة الأنف أو الوجه بشكل عام، راح استخدم هاي الخلطة على أنفي واتركها تقريبا 10 دقائق لتبلش تجف شوي. أولها راح يكون في حرقة بسيطة، ولكن بعد ما تجف راح بلش بفرشاة الأسنان أفرك المنطقة هاي، ولأنه المسام بكون توسع مع بخار الماء، فراح يبلش الرؤوس السوداء تخف أول بأول. ما بحكي لكم إنه الرؤوس السوداء راح تختفي تماما، ولكن نسبة كبيرة منها راح تروح. كمان خلطة تانية أنا عملتها من قبل، وهي خلطة الجيلاتين. الجيلاتين الموجود عندكم البودرة ممكن تحطوه مع نقاط جدا بسيطة من المي، وتحطوه بالمايكرويف لثواني بسيطة، وبعد هيك تفردوه بفرشاية على منطقة الأنف بعد ما تتأكدوا انه درجة حرارته مناسبة، وسيبوه يجف، وبعد هيك شيلوه. مرة على مرة رح تحسوا عن جد صار في فرق.
نيجي للنصيحة التجميلية الخامسة، أنا كتير بعتمدها وبوفر هيك بكمية الأرواج اللي بستخدمها أو اللي بشتريها، وهي أي روج عندي أو أي أحمر شفاه في لمعة، ولكن مع الموضة أحيانا بصير إنه بدنا نعتمد أرواج مات، فكل القصة إني أجيب أي مرطب شفايف أو أحمر شفاه عندي في لمعة وحطه على شفايف وبعد هيك حوله لمات، بإني استخدم مثلا ورق المحارم وطبطب على شفايفي حتى تروح اللمعة، أو إني استخدم البودرة وبلش حطها على فرشاية صغيرة وخفف من اللمعة تبعت الشفايف، أو لحتى أحصل على شفايف طبيعية بفضل دايما استخدم مرطب الشفايف اللي هي زبدة الكاكاو أي نوع كنتوا بتحبوه، وبعد استخدمه فوقيه اللي هو حمرة الخدود، رح يبان شكل شفافك جدا طبيعي وبنفس الوقت لونهم كتير حلو. نيجي للنصيحة التجميلية السادسة، لحتى تحافظوا على ريحة جسمكم او حتى تحافظوا على ريحة البرفان اللي انتو بتستخدموه على جسمكم فترة اطول، دايما بفضل استخدموا البرفان على الاماكن اللي فيها نبض، وخصوصا كمان في طريقة تانية بتخلي فترة البرفان يكون على الجسم اكتر، وهي انه نستخدم مثلا على منطقة النبض هون كريم وبعد الكريم بنحط البرفان عليه. في عندكم طبعا اماكن النبض سواء هون سواء هون او حتى هون، هاي الاماكن هي اللي بتثبت فيها ريحة البرفان. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 7، وهي لما يكون عندك مناسبة وكتير مستعجلة وعندك شعر زايد بوشك، انا بستخدم شغلة ما بستغنى عنها وهي هذا الجهاز من فيت او فيت. هذا الجهاز بستخدمه لكذا شغلة، سواء عندي مناسبة وصارت بشكل مفاجئ اللي هي انه تشيل شعر الوجه، انا ما بحكي لكم تمشوا طبعا على كل الوجه فيها لانه تعتبر هاي تقريبا حلاقة للوجه، انا ما بفضلها، ولكن انا معتمداها بالمناسبات وكمان لحتى حافظ على منبت الشعر يضله مستمر. هذا الشيء بستخدمه لحواجبي والمناطق هاي او حتى السوالف لحتى اتخلص من الشعر الزايد من غير كمان ما اضطر الجأ لاني اعمل سويت او استخدم الشمع وهاي الامور، وخصوصا ان انا عندي حساسية من هاي المواد. هلا استخدام هذا الجهاز جدا بسيط وخفيف، فيكم تحددوا فيه طبعا الحواجب جدا سهل، وكمان الجبين في هون شفرة بتيجي لإله كتير طويلة، هاي الأماكن اللي فيها مساحات يعني فيك تتحرك فيها بحرية، والجهة الثانية فيها منطقة جدا صغيرة حتى تعرفي تتحكمي بالأماكن مثلا تبعت الحواجب ما تصيري نازعة من شكل حاجبك أو المناطق اللي بين الحاجبين أو المناطق اللي جدا صغيرة لحتى بالضبط تاخدي الشكل منيح. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 8، هاي النصيحة أنا ما زبطت معي صراحة، ولكن زبطت مع بنتي وقت اللي كنت بدي أعمل لها شعرها كيرلي، وبنفس الوقت هي بعمر صغير وما بدي شعرها يتعرض للمكوى. اللي تعملوه إنه تاخدوا دوش وبعد ما تاخدوا الدوش على شعر رطب تبلشوا تعملوا شعراتكم كلها جدلات. انا هذه الطريقة كتير معتمداها لبنتي الصغيرة، وتركت نام وتاني يوم الصبح بس بفلت شعراته بتكون حصلت على شعر كيرلي كتير حلو، وبنفس الوقت ما خربت اطراف شعرها، وفيني حتى حافظ على انه يكون الكيرلي هذا فترة طويلة باني بعد هيك استخدم اي مثبت للشعر. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 9، وهي كتير بنات بيعتمدوها لحتى تغطي طبعا على مشكلة، طبعا هاي التغطية ما رح تكون مستمرة ولكن بالمناسبات او بظروفك مستعجل رح تساعدها كتير، وهي كتير بنات عندهم تساقط بالشعر او عندها فراغات خصوصا ببداية الشعر كتير يعني كتير واضحة. الحل لهيك شيء انه نستخدم اي نوع اي شادو عنا كتير قريب من لون الشعر ونبلش نغطي فيه هاي الاماكن الفارغة لحتى يبين انه شعري ما في فراغات كبيرة. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 10، هاي النصيحة انا بعتمدها في الاوقات اللي مثلا بدي اطلع فيها وما بدي احط ميك اب كتير، ولكن حاسة انه مثلا وجهي فيه تصبغات او الالوان بوجهي مش مزبوطة، فكتير من البنات بيعانوا مثلا انه الاماكن اللي حوالين التم هون الشفايف بكون لونها غامق، او حتى عند الانف في احمرار او تصبغات وغيره، ما بدها تحط فول ميك اب حتى تغطي هاي الاماكن البسيطة، فبشغلة جدا بسيطة فيك تغطي هاي العيوب، وانك تستخدمي روج لونه احمر شو ما كانت درجته عندكم، بتستخدموا هذا الروج وبتبلشوا تحطوه على الاماكن اللي فيها اللون الغامق، وفوقيها تحطوا بعد طبعا ما تدمجوه منيح تحطوا طبقة من الكونسيلر جدا خفيفة او حتى فاونديشن
الفاونديشن وهيك رح يختفي شكلها تماما. طبعا الدرجات بتختلف ما بين الاورانج وما بين الاحمر حسب كيف هو عندك التصبغ ودرجته. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 11. هاي النصيحة لكل بنوتة مثلا عندها جامعة عندها شغل بتطلع صبح بكير عيونها منفخة وجهها تعبان ولكن ما بدها تحط ميك اب او بدها تبين بشكل طبيعي اكتر. فالعلاج لهيك شيء انه نعمل مكعبات ثلج بالبيت ونخليها دائما بالثلاجة موجودة. هاي المكعبات حاولوا تستخدموا فيها نعناع وليمون او كرزيات مع ماء الورد لانه هاي المواد بتخفف من الانتفاخ اللي بصير حوالين العيون او حتى من الالتهابات اللي بتصير بالوجه. غير هيك استخدام ماء الورد مع الثلج او حتى الكرزيات مع الثلج. الليمون مثلا الليمون فيه فيتامين سي فبيعطيكي نضارة مو طبيعية للبشرة. عندك ماء الورد رح يساعد على تفتيح الوجه. وغير هيك كمان كثير من الناس بتعتمده كنصيحة تجميلية ونصيحة طبية للبشرة. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 12 وهي الحصول على حواجب او رموش كثيفة ولكن دون استخدام مواد صناعية. والحل لهيك شيء انه نحاول دائما نبعد عن ازاله الشعر بشكل مستمر لانه المنبت تبع الشعر بيموت. شغله ثانيه مشان احصل على كثافه لازم تعتمدي عاده كل يوم قبل النوم انه تجيبي مسكارا فاضيه ونظيفه وتحطي فيها زيت الخروع وقبل النوم كل يوم مشي مسكارا على الرموش وعلى الحواجب وتركيهم لغايه الصبح تغسلي وشوي شوي مع الاستخدام رح تحسي بفرق كتير حلو. غير هيك بخصوص الحواجب البنات اللي عندهم حواجب كتير كثيفة وما بدي اياهم يأذوا حواجبهم عشان موضة نازلة او انه هيك الدارج فلحتى تاخدي شكل لحاجبك من غير ما تأذيه بنصحك انه تستخدم حنة الحواجب او ما بيسموه عنا في بلادنا العربية التشقير. هيك بتحافظي على حواجبك ما يبلشوا يخفوا ولانه شوي شوي مع العمر الحواجب شعرها ببلش يقل نموه. النصيحة رقم 13 هي عادة لازم لكل بنت او حتى لكل بني ادم انه يعتمدها بحياته هي حتى تكون شفايفكم مرطبة ما فيها شقوق ما فيها اي جروح. دايما حاولوا قبل النوم او اول ما تصحوا من النوم وخلال نهاركم انه تستخدموا زبدة الكاكاو. غير هيك حاولوا تعملوا تقشير لشفايفكم بمواد جدا طبيعية بالبيت وهي سكر وزيت الزيتون يعني ما في اسهل من هيك. كمان نصيحة لشفايف مرطبة لمدة طويلة وهو اعتماد زيت اللوز التجميلي كل يوم قبل النوم اني اخذ شوي منه وحطه على شفايفي واتركه لتاني يوم. نيجي للنصيحة التجميلية رقم 14 وهي جدا حلوة للناس اللي عندهم هالات سوداء للناس اللي عندهم احبوب ببشرتهم للناس اللي عندهم تهيج بالبشرة بعد ازالة الشعر وهيك امور. بنصحكم دايما قبل النوم او حتى خلال نهاركم بوقت الاستراحة انه تجيبوا قطن اللي احنا بنستخدمه لحتى نشيل فيه الميك اب وتبللوه بمية باردة فيها ماء ورد او حتى ماء ورد لحاله او حتى تستخدموا اكياس الشاي الاخضر المنقوعة بعد يعني ما تشربوا الشاي الاخضر بلشوا حطوها تحت عيونكم او حتى على عيونكم وتركوها فترة لحتى يخف الهالات السوداء او الانتفاخات اللي بتيجي تحت العيون. غير هيك ممكن كمان تعملوا منقوع شاي البابونج تحطوه بعلبة وتبلشوا تعملوا مثل رشاش تستخدموه خلال النهار او حتى يكون الشاي الاخضر او حتى ماء الورد مخلوط مثل ما حكيت لكم بفيديو سابق. النصيحة التجميلية رقم 15 وهي للمحافظة على الشعر ولحتى يكون اطراف شعرنا صحية ويكون عنا شعر كثيف عنا لمعة ما في عنا جفاف بالاطراف. النصيحة انه تحاولوا دائما تعملوا عادة اللي هو استخدام رشاش من زيت الأرجان أو زيت اللوز على أطراف الشعر كل يوم قبل النوم ونلف شعرنا وبعد هيك ننام على مخدة من الحرير لحتى نحافظ على شعرنا من التكسر أو الجفاف. طبعا الناس اللي عندي على الإنستغرام أنا شاركتهم بهذا الشيء وكل يوم بشارككم بنصائح تجميلية بسيطة وأنا معتمدة مثلا للشعر كل يوم قبل ما نام أو حتى بعد الحمام بستخدم هاد من ألفيردا اللي هو رشاش بزيت الأرجان وزيت اللوز بيستخدموا لأطراف الشعر سواء قبل ما استشوي شعري أو بعد الدوش أو قبل النوم وبتركوه بحافظ على أطراف الشعر من التقصف. جدا رائع وممتاز ورخيص وبتلاقوه في الصيدليات أو حتى بالمحلات الخاصة بمواد التجميل.
النصيحة التجميلية رقم 16 وهي جدا أساسية وبتبين مدى أنوثة البنت أو حتى مدى نظافتها، وهي المحافظة على الرجلين أو الأقدام من مثل الأطفال. أنا بشوف إنه هذا المكان جدا بيعطي انطباع عن الإنسان اللي قدامي إذا فعلا بيهتم بحاله. الرجلين جدا أساسي وخصوصا عند السيدات. أنا معتمدة هالشغلتين يعني قبل النوم. أكتر شي بستخدمه هاد، رح أكتب لكم طبعا كل أسماء المنتجات. هذا من ماركة باليا، فيه فيتامينات وإكسترا من الفيتامينات، بستخدمه كل يوم قبل النوم، مش معقول كمية الترطيب تبعته. او كمان بستخدم هذا كمان برضو من نفس الماركة باليا، هذا مثل بادي لوشن بزيت اللوز، كتير حلو للرجلين او حتى للجسم بشكل كامل. استخدم هاي الكريمات قبل النوم ولحتى تحافظوا على رطوبة عالية او تستفيدوا منها بشكل اكبر. بعد ما تخلصوا بتلبسوا حفايتكم او حتى بتلبسوا جرابات وتتركوا رجليكم بهاي الجرابات لغاية الصبح وتشوفوا النعومة. ما في داعي اذا كنا بنشتغل وعنا دوامات بشكل يومي انه كل يوم بدي جهز حالي من بكير، بدي ساعة او اثنين لحتى احط فول ميك اب وغطي وجهي وهاي الامور. انا بشوف انه البنت تكون على طبيعتها، شيء بيعطي جمالية اكبر من انه كل يوم بتحط ميك اب، غير هيك انه الميك اب الكتير وبشكل يومي رح يأذي بشرتها. ولكن لحتى تحصلي على بشرة طبيعية وبنفس الوقت بخدعة جدا بسيطة انت رح تستخدمي فيها ميك اب ولكن بشكل معقول، يبرز جمالك اكتر ما يبرز كمية الميك اب اللي انت مستخدمها على وجهك. شغلة جدا بسيطة وانه تستخدموا اول شيء ودائما بنصح فيه واقي الشمس او حتى مرطب للبشرة، وتتركوه شوية يجف على مثلا ما تكملوا لبسكم وترجعوا تاني، وبعدين تستخدموا بس ماسكارا لانه عن جد الرموش بتعطي منظر للوجه. غير هيك برتب شعر حواجب، حاولوا دائما يكون لونهم فاتح وشكلهم طبيعي، ما في داعي زوايا ونفس بعض، خلي شكلهم شوي يكون طبيعي. بلاشر خفيف هون، اذا في عندك تصبغات او هالات سوداء استخدمي فيها كونسيلر خفيف وبلشي بالطبطبة هون بس على الاماكن اللي فيها تصبغات. وبالنسبة للشفايف مثل ما حكيت لكم مرطب شفايف خفيف فوقي مثلا لون من احمر من احمر الخدود او حتى لون يكون باللون النود او حتى الزهر الفاتح لحتى يعطيكي اشراقة. بعد هيك اذا حسيتي بشرتك لسه محتاجة لمعة استخدم اي مثبت للميك اب رح يعطيكي مثل لمعة على البشرة. وكمان فيني استخدم نسبة جدا خفيفة من الهايلايت على الاماكن اللي بدي ابرز فيها لمعة او حيوية للوجه مثل الانف، مثل مدمع العيون، مثل على طرف الخد. هذا الشيء رح يخليكي باينة طبيعية اكتر وبنفس الوقت ما استخدمتي ميك اب كتير. وهيك بكون خلصت معكم اهم الحيل التجميلية البسيطة وشوية امور فينا نعملها بالبيت بشكل جدا بسيط وغير مكلف لحتى نحافظ على جمالنا. وهالقد صار لازم احكي لكم باي باي وتصبحوا على خير.